صلاح به موقف ما حسبك مرة في عرس. أيني؟ في عنبر. أنا بالدورة وصلاح. لا والله اللي لطيفات لطيفات. ايش حسبك مرة في العرس ما حسبك؟ والله انا مره صرت اتعرس في عمره، وبعدين صاحب العرس قال لي نص المبلغ ونص المبلغ، قال لي غطوه شابي على البطاط ودي لك بقيه الزلط. قال لي بس ما قلت له انا في مسور في قريه ما اشتري. ما عيتيني تقول لها ما عيتيني لها انا. قال ما معك الا غطوه سلا عند علي السوق علي محسن وابيع البطاط. قلت له اتي لي بطاط طلع البطاط. طلع عليها البطاء وزدت تنتن شوال للمعيقحي. اقسم بالله تنتن شوال للمعيقحي وتنتن شوال لعند امي. روحت امي وقلت قالت لي منين جيت يا ابني؟ البطاط هذا كله ما بعدين امي كانت تسفر لنا شيبس بعدين سلت بالبطاط رز بالبطاط بالبطاط كل البطاط في بطاط. هذا بلا من الصدق من انا اسف طبعا انا اسف طبعا انه نعيدها حل الصداقه الذي بيني وبينك والاسرار. لا لا انا اسف بس هن مواقف لطيفه. لا لا مواقف لطيفه لقطات كانت ظريفه. لا والله وهذه ترجع ذكرى ترجع ذكرى ترجع ذكريات جميله مواقف حاليه في الاعراس. قول لي حق موضوع نادر يوم ما شليت السياره على الحج. على اساس نرجع الله يرحمه نذكر بنادر ونشين نسمع له اغنيه، بس اول ادي لي الموضوع حق نادر. شليت السياره كانت معي انا شليتها وهربت من البيت. كنت سائر انا ونادر هذاك الفتره. اتصلوا لي على اساس مقابله في قناه العقيق. هذاك الايام هذاك الايام. قلت نادر ضروري اختار الشيء يطلع التلفزيون ضروري ما يا اخي. قال خلاص يلا نختار وانت. خطينا طلعنا للفندق في وقع والفنان نادر الجرادي معك والكل. اذا يا سلام نستضيف سحر والكل مدري ما كتبوا اسامينا وهذا وحددوا له مبلغ وانا مبلغ اهم شيء نزلنا مع في السياره كذا الوالد شله. والله شله ابو النعناع في التحرير انا ونادر الجرادي. انا ادري الله يرحم نادر الله يرحمه.